أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفتنا الأخت شي أختي العزيزة، بصراحة سيدة السيدات. خلونا نرحب فيها بالبداية. أهلا وسهلا فيك شي. أهلا وسهلا فيك جان، على رأس الشكر لك. أهلا وسهلا شي. بس أنا بدي عندي سؤال، ليش اخترتي موضوع نحكي عن السعودية؟ طبعا أصدقائي، أنا أحب أنوه إنه موضوعنا هو عن السعودية وآل سعود وليس السعوديين، يعني نحن الشعب السعودي نحترمه مهما كان توجهاته. في ناس كثير منهم يعني مؤمنين وحتى لمرحلة الإرهاب ما لنا علاقة فيهم، ولكن نحن موضوعنا عن السعودية وتصدير الإرهاب آل سعود بالذات. شيء أنا بس بدي أسألك، ليش اخترت الموضوع بالذات هذا؟ تفضل. نعم، هو مش ممكن تكون ملحد وما تحكي عن مملكة الظلام الدامس، عن دولة مثل السعودية. ومثل ما أنت قلت، إحنا بدنا نحكي عن آل سعود كحكومة وكدولة. الشعب السعودي على جنب، لأنه الناس ما إلها علاقة يعني بالشيء اللي عم بيصير. مش ممكن نتجاهل الشيء اللي عم بيصير حاليا، أو اللي عم بيصير على مدى سنوات من قبل السعود، دعم للإرهاب، تمويل للمنظمات الإرهابية، محاولتهم الدفاع المستميت عن الدين مثل الإسلام، اللي إحنا عم بنحاول نخلي الناس يعني تفكر فيه بطريقة مختلفة، بطريقة نقدية، بطريقة فيها شوية منطق وعقلانية. ولكن السعود يحاولون إعادة بناء الوهم. نحن لا نستطيع أن نسكت عن ذلك. واجت فرصة انه طلع هذا قانون جاستا، العدالة ضد رعاة الارهاب، فقلت انه الموضوع صار رسمي. يعني دولة مثل امريكا لما تعمل قانون مثل هيك، مفروض انه احنا على القليل نحكي عنه او نشرح ليش هذا القانون صار موجود حاليا على ارض الواقع. أكيد أكيد رح نرجي لهالقانون هذا الشيء، وبصراحة كثير مهم، يعني التحول هذا في الموقف الأمريكي ومواقف كثير بصراحة تغير اتجاه السعودية. خلينا نبدأ الشيء بالمنظمات اللي دعمتها السعودية، يعني خصوصا بالمنطقة العربية، خلينا نقول إن كان باليمن، إن كان بسوريا، بالعراق، هالمنظمات الإرهابية اللي دعمتها السعودية، خلينا نبدأ فيها. كيف دعمتها؟ ليش دعمتها؟ شو كيف تشرح لنا؟ تفضل. معروف انه آل سعود معتمدين اعتماد كامل على الدعم الديني او القدسيه الدينيه او الهاله الدينيه، الحفاظ على كرسي الحكم وعلى السلطه، على السيطره على الناس. واستغلوا هذا الموضوع كثير كثير منيح في على مدار عقود من تواجدهم في المملكه. استغلالهم لشيوخ الدين، يعني بيدفعوا لهم رواتب. يعني يمكن اول دوله في العالم عملت شيء اسمه يعني ميزانية ضخمة خاصة بس بالمراكز الدينية والأماكن الدينية والأشخاص اللي بيشتغلوا في الدين، إذاعة دينية، إذاعة القرآن، كله عشان يدعموا موقفهم وسلطتهم. بعدين إجت فكرة الإخوان المسلمين في مصر. طبعا الإخوان المسلمين بعد ما صارت الثورة في مصر، يعني الانقلاب على الملك، صار عبد الناصر في الحكم، لم الصيع تبع الإخوان وطردهم. وين راحوا؟ راحوا طبعا، تعرف المومس لما تقرر انه تبقى مومس وتنزل للشارع، لازم لها يعني أبلة، لازم لها حدا يدعم، لازم لها يعني حدا يدعمها. فكانت آل سعود هم اللي لموا هذه المومس المسمى بالإخوان المسلمين من الشوارع وحضنوهم في السعودية. طبعا السعودية هي يعني الحاضنة الأولى لتحول أو تقوية شوكة الإخوان المسلمين، لأنه هناك زعماء اللي انطردوا، هناك لقوا المجال لتكوين بيزنس، لتكوين فكر، لتأسيس لفروع خارج مصر. السعودية يعني بكل فخر يعني قدمت لهم الدعم المادي والمجال والمساحة والجغرافيا، وحتى في
سعوديين تبنوا فكر الإخوان المسلمين اللي كان عندهم حتى وقتها جناح عسكري، وكانوا بلشوا يعملوا اغتيالات في مصر قبل ما جمال عبد الناصر يعمل معهم الواجب. فهيك بلشت يعني بهذا الشكل بدأ دعم السعودية للمنظمات الإرهابية أو المنظمات الإسلامية أو ذات التوجه الديني. بس قبل ذلك كانت دائما السعودية عندها الإمكانية المادية لأنه تبني مسجد هون، تبني زاوية هون، مركز تحفيظ قرآن. لما الله فتح عليهم، نقول الله فتح عليهم بالبترول وصار في عندهم يعني دخل مستمر ودخل ضخم، يعني هذه الأموال المتدفقة من البترول هي اللي يعني خلت عندهم جبروت يعني. بكل تأكيد يعني هو لولا البترول لما كانوا شيء، يعني كان الصحراء عطتهم التمر. للأسف الشديد آل سعود خربوا الدنيا بهالبترول هذا. يعني أموال البترول اليوم برأيك من هي المنظمات الأكثر دعما من السعودية؟ يعني مثل المنظمات الموجودة الفعالة على أرض الواقع بالحروب الجارية اليوم بدون أي استثناء لأي منظمة أو أي حد يتكلم باسم الله وعنده صوت وحامل سلاح، لا يمكن استثناء أي منهم. في ناس قاعدين عم يحصلوا على الدعم بشكل مباشر وعلني بعدة أسماء وعدة تسميات، يعني دعم إخواننا في الله، الشيشانيين ضد الروس، في حرب البوسنة، كل هذه البؤر اللي صارت فيها حروب للأسف وصارت فيها إبادات جماعية من الطرفين، يعني السعودية حطت إيدها فيها ودعمت، ولكن هذا الدعم كون ناس متعصبين وكون إرهابيين فيما بعد لحد هلأ موجود، يعني تأثيرهم الدموي، ومنهم من انضم إلى داعش أو شارك في تأسيس داعش. القاعدة طبعاً لم تحصل على دعم مباشر من السعود، ولكن مين القاعدة؟ بن لادن مين هيدا؟ بن لادن هو ابن السعودية وتربية السعودية، وعائلة بن لادن معروفة أنه هي واحدة من عائلات المليارديرات في السعودية، عندهم بيزنس لودينج للمنشآت الصناعية وللبناء، وما زالوا لحد الآن موجودين. استغلت أموال، استغل البيزنس، استغل أشخاص. السعودية استعملت دول عربية أخرى لتمويل جماعات إرهابية في أفغانستان وفي باكستان وفي دول أخرى بأفراد، يعني مش بس بأموال. صارت هي من تحت لتحت بتعمل اتفاقيات مع دول ومخابرات لدول عربية مختلفة، خصوصا مصر، يعني معروف أنه هي تصدير الأفراد إلى أفغانستان خلال الحرب ما بين أفغانستان وروسيا، وهناك بلشت المعضلة في تكوين اللي ما يعرف الآن بقادة الإرهاب في العالم، والأشخاص اللي يعني انتقلوا من مجرد أشخاص يعني كان عندهم مجرد رغبة أنه يعني إلى الجهاد، مجاهد لدعم إخواننا في الدين، ولكن بعد ذلك المسألة تحولت إلى خارج عن السيطرة، بعد أن تحول هذا الشخص اللي أنتم كونتوه إلى عدو لإلكم. فالسعودية تدعم تقريباً كل شخص يتكلم باسم الله، بداية من المساجد ومراكز تحفيظ القرآن ومراكز الإسلامية داخل وخارج المملكة، إلى المنظمات الإرهابية والجيوش التي تحارب باسم الله في سوريا. وإنت عارف طبعاً أنه حالياً أصبحت الحرب في سوريا حرب بين 9 مليون شخص، 9 مليون طائفة، عدة جيوش، عدة جهات. صراحة أختي شيء يعني صارت المعارضة السورية صارت المعارضة السعودية، يعني ما يعني المعارضة السورية اللي نحن كنا يعني فخورين فيها على أساس إنه معارضة وطنية، معارضة ضد النظام الدكتاتوري وشئنا القبيل، يعني تحولت كلها آل سعود هن المعارضين. يعني للأسف الشديد السعودية صارت تتكلم مجلس الأمن آل سعود بالذات، يعني نحن عم نحكي عليهم صاروا يتكلموا باسم الشعب السوري، يعني الشعب السوري صار مكتوف الأيدي والسعودية تتكلم، ومين عم بتكلم عن الحرية والديمقراطية؟ آل سعود.
بدي أسألك سؤال أختي شيء، كيف تفسري علاقة السعودية بمصر قبل هالأزمة الأخيرة هي اللي صارت، اللي صار انقلاب مصري على السياسة السعودية؟ يعني مع أنه السيسي كان ضد الإخوان ومسح الإخوان وسحبتهم بالسجون، ومع ذلك كانوا يعني مثل ما بقولوا حلفاء لسه. كيف بتفسري الفترة هاي؟ تفضل. طبعا السيسي عندما وصل إلى السلطة في مصر، أو الانقلاب الذي حدث في مصر كان انقلاب بدعم شعبي إلى آخره، يعني بغض النظر عن التسمية كيف وصل السيسي إلى السلطة، كان بحاجة إلى دعم من دول قوية في المنطقة، ومش كان بحاجة لدعمه بس عشان يعني برستيجه وعشان صورته، لا، كان بحاجة لدعمه لأنه كان بحاجة لفلوس من الآخر. ما هو كل شوي كان بيطلع على السعودية والإمارات بيشحت شوي، بياخد له مليار من هون، 3 مليار من هون، خلاص رح ندفع لك في خزينة الدولة رح ندفع لك 5 مليار حتى نحافظ على مركز الجنيه المصري، حتى الاقتصاد المصري ما بينهار، حتى تقدروا تشتروا قمح ومواد غذائية. السيسي كان بحاجة إلى السعودية، يعني في السياسة لا يوجد صداقات، في السياسة يوجد مصالح، هو كان بحاجة إلهم، مثل ما كان بحاجة إلى الإمارات، مثل ما كان بحاجة إلى البحرين، مثل ما كان بحاجة إلى الكويت. وطبعا أول طلعاته كرئيس رسمي لمصر كانت طلعاته على السعودية لحتى يطلب الدعم المادي، والسعودية كانت تعلن دعمها لإله، دعمها لسلطته، دعمها لحكومته، كانوا بيمولوه، وهذا ما في أي شيء غلط، يعني هذا شيء بيناتهم، مصالحكم مع بعض. لما صار الانقلاب مثل ما قلت انه حاليا السيسي اخذ موقف معارض تماما لموقف السعوديه من ما يحدث في سوريا، وانا اليوم بس عم بقرا على موقع BBC انه في وفد رسمي سوري مكون من 6 شخصيات جاي على القاهره في زياره رسميه، هذا الموضوع لم يحدث منذ سنوات منذ بدء الازمه السوريه، الان صار عودة لهذا التواصل والتفاعل الرسمي بين الحكومة السورية والحكومة المصرية، ورغم أن السعودية معترضة وعم تحاول تلوي ذراع الحكومة المصرية بقطع المساعدات المالية عنها. يعني شوف، يعني أنتم ليس لديكم شيء تقدمونه للعالم أو للآخر غير فكر متعصب وهابي وفلوس، غير هيك ما في أي شيء. يعني أنت سمعت يعني عن أي إنجاز سعودي على مستوى الفن أو الأدب أو السينما أو أرجوك شيء لا تغلطي، يعني كلنا شفنا دراسات جامعات آل سعود اللي مقدم كان للماجستير في علوم أضراط وتحليلات الأبحاث ببول البعير، شفناها كلها على شاشات الجزيرة، يعني فكل هالإنجازات العلمية هي المسخرة، يعني هذا هو الشيء المثير للضحك، انه هل يعني ممكن احنا نطرح سؤال، هل احنا بحاجة الى السعودية في هذا العالم؟ يعني هيك تخيل العالم من غير السعود، خلينا يعني الشعب راح يضل، بس تخيل هذا العالم من غير السعود، من غير حكومة السعود، من غير قنواتهم، من غير سياستهم، من غير دعمهم، هل سيختلف شيء؟ هل يعني هل سنشتاق اليهم؟ Are we gonna miss them؟ Be honest, we're not gonna miss them. ولكن يعني بكل تأكيد العالم سيكون أفضل بكثير. يعني تصوري إنه الجوامع الموجودة بلندن وباريس وكل هدول ما يتلقوا دعم من السعودية، راح تخفض أصواتهم، الناس ما راح تكون إرهابيين، تفجيرات ما راح تحصل، كل هالأشياء هي ما راح تحصل، المعارضة هي مثلا بسوريا أقل شيء راح تكون وطنية، ترجع القوى الوطنية هي تطلع، مو تطلع لقوى الظلام مثل أحرار الشام وأحرار بطيخ وجبهة النصرة وكل هالهزبالة هي الموجودة حاليا. يعني لو اختفت السعودية بالعكس انتصار للعالم الحر، يعني بيكون آل سعود، قصدي إذا اختفوا آل سعود وسياسات آل سعود راح يكون انتصار للعالم الحر.
في نقطة أختي، شيء يعني أهل السعود يعني شفناهم برات السعودية كيف بيكون الأميرات نص كم من فوق ومن تحت وشرب، ويعني بيصرفوا مئات الآلاف من الدولارات على كيفهم وعلى بسطهم، ولما بيرجعوا للسعودية بصيروا مشايخ وبصيروا يعني بيهتموا بتحفيظ القرآن للناس وبيهم الشعب إنهن طقات وهن ملائكة وهن من هالديباجات هاي. كيف تفسريها هاي؟ ليش بتصرفوا هيك؟ يعني بيطلعوا لما يعني للأسف الشديد الشعب السعودي أغلبيته بيطلعوا، لما بيطلعوا لبرا بالطيارة بتلاقيه بشيلوا هالبرقع بشيلوا هالإشابات بشيلوا كل هالأشياء المظاهر هاي، وبس يرجعوا بيصيروا مثل ما بنشوفه. يعني كيف تفسريها؟ كيف شو تعليقك عليها؟ تفضلي. هالازدواجية طبعا مبررة، ازدواجية مبررة بالنسبة للشعب، الناس اللي بتتصرف بطريقة مختلفة داخل السعودية وخارج السعودية. هم السعوديين بيعرفوا انه هم يستحقون افضل، يستحقون حياة عادية مثل الناس، يروحوا عن انفسهم يلبسوا مثل ما بدهم، يشربوا ياكلوا يستمتعوا، هذا بالنسبة للشعب. لما يروحوا على دبي او البحرين يروحوا على بارات بيشربوا يعني بيشوفوا الدنيا، بيسمحوا لنساء وبناتهم انهم يلبسوا مثل ما بدهم، انهم يسوقوا سيارة. بالنسبة لآل سعود، في دراسة نفسية بتقول انه الانسان اذا قعد في منصب سلطة لمدة اكثر من 5 سنوات المنظومة الفكرية تبعه بتتغير، بصير بيقول لك انا اخدم هذا المنصب، هم بحاجة لإلي، يعني بصير بيشوف نفسه أعلى بكثير من قيمته. وكمان هيك في دساتير معظم دول العالم الحديث الفترة الرئاسية لا تتجاوز 5 سنوات، يعني أنت لازم تثبت نفسك خلال الفترة الرئاسية الأولى وتقنع الناس أنه أنت فعلا رئيس وقادر تدير البلد تدير الاقتصاد، بعدها بيشوفوا إذا بيختاروك دورة تانية أو لا، وبعدين بتروح على بيت أمك خلاص. آل سعود المنظومة الفكرية تبعهم مضروبة في خلاط من أول ما بيخلقوا، يعني أنت بتخلق بيقولوا لك أنه أنت أمير وأنت من عائلة حاكمة وأنت ملك وأنت عندك حصانة دبلوماسية وأنت عندك كل هالميزة وعندك فلوس بلا حدود infinity money ومسموح لك جواز سفر دبلوماسي حتى ولو أنت صرصور من المجاري أحسن منك في الفكر والتعليم، برضو عندك باسبور دبلوماسي وبتقدر تروح وتعمل وتعربد وشو ما بدك. في من حوالي شهر قضية صارت بفرنسا، أميرة سعودية من آل سعود طلبت من مهندس ديكور فرنسي إنه يعمل لها إعادة تصميم داخلي للشقة تبعها في شانزليزي وسط باريس. أم هذا المهندس زبط لها الشقة وعمل كل شيء وأخذ صور وحط الصور على الموقع تبعه بدون ما يشير الى انه فلان، او يعني مجرد انه هو مثل ما بيعمل دائما عم بيفرجي شغله للناس. هذه الاميره السعوديه طلبت من البودي جاردات تبعها والناس اللي بيشتغلوا معها في باريس في بيته هو فرنسي، مساكوه جابوه لعندها في الشقه، ضربوه ضرب، عذبوه، وطلبت منه انه يبوس رجله، واخذوا منه اغراضه والشخصيه تليفونه ملابسه ورموه في الشارع مثل الكلب. وراح قدم طبعا هذه الحادثه، مش انا عم بخترعها، انتم ممكن تروحوا تشوفوا الحادثه هذه، حكيت عنها لو موند الفرنسيه، ديلي ميلر البريطانيه، صحف عالميه حكيوا عنها، طبعا الجزيره او العربيه او قنوات عربيه ما راح يحكوا عن هالمواضيع، ما راح يحكوا عن فضايح آل سعود برا وشو قاعدين عم يعملوا. نفس الغطرسة والجبروت اللي بيتعاملوا فيه مع الناس جوا السعودية مفكرين انه لهم الحق يتعاملوا فيه مع الناس برا السعودية. المهندس الفرنسي هيدا مسكت وراح قدم بلاغ وعمل تقرير عند الطب الشرعي. الأميرة السعودية طبعا كانت هربت رجعت على السعودية
وهي على كل حال معها حصانة دبلوماسية لأنه معها باسبور دبلوماسي. وفرنسا ما فيها قانون جاستا أو قانون تاني يسمح للناس بمقاضاة الأشخاص إذا كانت عندهم سلطة دبلوماسية، فهربت. ولحد الآن، لحد الآن هذه القضية عاملة جدل ومشاكل كبيرة بين فرنسا والسعودية، بس ما بتنحكى بشكل علني، ما بتنقال بشكل علني. نموذج هذا نموذج صغير مما يفعله آل سعود بخارج المملكة. في طبعا انسى بقى موضوع انك تروح تشرب وتسكر وتجيب عاهرات تدفع لهم 45 ألف يورو في الليلة وهيك، هذا العادي يعني. وهذا يعني مش حكي انا بقول. في شغلة تانية يعني أنا قريناها كلياتنا، أنا ما بعرف إذا كان خبر صحيح، إنه في بنت وزير الخارجية الأسبق تبع قطر يعني تجيب عاهرين لنفسها بلندن، تشتريهم بفلوس ويعني تختار الأبيض والأسود والتشكيلة كاملة يعني قوس قزح. لا هذا موضوع موضوع الهوس بإمتاع النفس على طريقة هارون الرشيد بالكثير الكثير من البشر، من يعني جنسك ذكر أنثى مش مهم لأنه هن شغالين يعني في كل الحالات. بس إنه أنت تحرم الناس أو تتعامل مع الناس بقيم مزدوجة داخل البلد وتعمل فيها شريف مكة بقى وأنا طاهر وشريف و بطبق الدين وبحب محمد وبدافع عن الإسلام والله أكبر وتكبير، وتروح تجيب عمرة 15 مرة في السنة وتروح تجيب حج كل سنة، وبعدين لما تطلع برا طبعا فلوس، ما هي فلوس حرام، فلوس البترول اللي مسميها فلوس الحرام، فلوس أنت مش تعب عليها، فلوس أنت من حق الناس. يعني شوف في السعودية لما بيصير أمطار في جدة مثلا، كل سنة في فيضانات في جدة، في مصايب، في ناس بتموت، الفساد، الغش في تصميم الطرقات، في بناء الجسور، في بناء المباني، الباركينجات تبع السيارات. يعني أنا ما كنت متخيلة إنه بلد في السعودية مش محتاجين لفلوس بيكون فيها فساد من هالنوع. بعدين أنا فهمت إنه ما في تساوي في توزيع الثروة أساساً، حتى بالنسبة للدرجة الثانية من الناس اللي هم بعد آل سعود اللي هم المدراء والوزراء، ما عندهم هالقد الكافي من الفلوس مثل آل سعود، فبيضطروا عشان يكونوا على نفس مستوى الملك وعائلته بيضطروا انه هم ياخذوا رشوه، يغشوا، يسرقوا، وياخذوا مليارات عشان يعملوا مشاريع لمجاري صرف الصحي وجسور، وهو بدل ما بيعملها ب 20 مليار بيعملها ب 2 مليار وبيحط 18 بجيبه. وبتصير فيضانات كل سنة بجدة، وبتشوف الفضايح بتبان هيك على السطح مع ضحايا من البشر سعوديين وغير سعوديين. صحيح. أنا بدي أسألك هون يعني مو داخل بموضوعنا بلب الموضوع، لكن مواطن السعودي شو حقوقه بالسعودية؟ المواطن الإنسان العادي اللي له من آل سعود وله من السلطة، شو حقوقه عند بهالدولة هي إذا سميناها دولة أو شبه الدولة يعني؟ أول شيء بدي المواطنين السعوديين الرجل السعودي، يعني خلينا نعترف إنه السعودية هي مملكة أو بلد ذكوري إلى أقصى حد، وخلينا ما نحكي عن المرأة لأنه هي غير موجودة تماماً. الرجل السعودي بيعتقد انه هو عصارة الرجولة في العالم، يعني بهيدا اللباس تبعه والغترة وبيظبط شوية مسك بفكر حاله انه هو عصارة الرجولة في العالم. نسوان ما بيطلعوا برا، نسوان ما بيتصرفوا الا بناء على، يعني المنظومة السعودية عاطية الرجل السعودي حقوق كتير لدرجة انه هو مفكر نفسه انه هو كمان ملك، ملك في بيته، ملك في الشارع، ملك برا، ملك في سيارته. هذا الاحساس الغريب انك انت تستطيع ان تتخذ قرارات نيابة عن غيرك، وغيرك هدول هم النسوان اللي اساسا مش موجودين. بالنسبة لعلاقة المواطن السعودي مع آل سعود،
انا ما بقدر احكي نيابة عنهم، ولكن انا بناء على الاشياء اللي شفتها وسمعتها، المواطن السعودي ليس مواطن سعيد ابدا، حتى ولو هو حاول يكذب على نفسه يقول لك انا مبسوط احنا رضيانين. السعود عندهم جيش من الناس اللي ناشطين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، بتلاقيهم بيعلقوا بيسبوا بيشتموا على التويتر على اليوتيوب على الفيسبوك على انستغرام، مئات الالاف منهم. وبتلاقيهم هدول قاعدين عم يعطوك انطباع انه هن داعمين آل سعود، انه هن مش راضيين عن شيء. آل سعود حشا وهدول ناس بيعرفوا الله انت مين يا وسخ وهيك. هدول فئة احنا ما بدنا ندخلهم هذه فكرة المواطن السعودي. المواطن السعودي ليس مواطن سعيد، مواطن عنده اكتئاب عنده يأس. لو أتيحت له الفرصة إنه يهاجر لبلد تاني ما راح يتأخر. مواطن لسه لحد هلا مش راتبه ما عم بكفي، بيشحتوا، في منه عنده مشاكل كتير في إيجاد لقمة العيش، في إيجاد السكن، في إنه يتزوج، في إنه حصل سيارة. هلا صار في عندهم ضرائب في السعودية، يعني دولة مثل السعودية عم تفرض ضرائب على شعبها، كيف يعني؟ انت فاهم؟ وانت عندك كل واحد من آل سعود من اوسخ اصغر طفل فيهم مخصصاته لا تقل عن مليون ريال في السنة، مخصصات بس. انت ما بتشتغل، انت مجرد انك امير ابن عم خالد ابن خال عم ما بعرف مين آل سعود، فانت عندك مخصصات مالية وبتسافر مجانا وبتاكل مجانا وسيارتك مجانا، كيف يعني؟ انت هون احكي لي يعني على اي اساس؟ في سعوديين عن جهل بيدعموا السعوديه، في سعوديين اغلبيتهم النساء السعوديات، انا بقول لك بصراحه النساء السعوديات لو اتيحت لهم فرصه الخروج من السعوديه مش لهون لدبي بس او للبحرين ما راح يتاخروا. لانه شوف عنده المأساة اسمها مأساة هروب السعوديات. في آخر بنتين هربوا على كوريا الجنوبية يعني لما أتيحت لهم الفرصة، يعني بالنسبة لهم أي بلد إن شاء الله، يعني ما بيفهموا لغتها وما ما راح يقدروا يتعلموها حتى لو قعدوا هناك 30 سنة ما راح يتأخروا. مآسي كبيرة كثير في علاقة المواطن السعودي مع، ومآسي مضحكة أوقات، لأنه بشوفها أنا بشكل ما درامية ومضحكة. طيب خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي يا أختي شيء. طبعا آل سعود بيستغلوا رجال الدين في المملكة للحفاظ على كراسيهم وعلى، يعني يا ريت تحكي لنا عن الموضوع هذا، كيف علاقة آل سعود مع خلينا نقول المؤسسة الدينية، شو علاقتهم، العلاقة القائمة بين آل سعود والمؤسسة الدينية من المفتي إلى أصغر إمام جامع؟ تفضل. أو أنا لما أعمل لك شركة أو مؤسسة وأجيبك عينك على رأس هذه المؤسسة بقول لك أنت المدير العام، أنت اللي بتاخذ القرارات، وهذا راتبك كذا، وراح يكون عندك امتيازات وبنفتس، بس المطلوب منك لك تنفذ هالخطة. هذه أنا عملت هالمؤسسة عشان هالخطة. هو نفس الشيء ينطبق على آل سعود والمؤسسات الدينية داخل المملكة. أنشأوا دار الإفتاء، أنشأوا ما بعرف مين، إذاعة القرآن، قنوات فضائية، حتى MBC وروتانا هي تابعة لآل سعود. صحيح بيطلعوا هشك بالشك وأغاني ومسابقات وأرب جوت تالنت وإكس فاكتور، بس هذا كله هري، يعني هذا كله للتغطية على الفكرة الرئيسية من هذه القنوات، اللي هي لما يطلع حد يحكي لك إنه إحنا بخير مدام أبو متعب بخير اللي هو الملك سلمان، إحنا بخير طول ما آل سعود بخير، إحنا بخير طول ما نسوانا بالبيت، إحنا بخير طول ما نسوينا منقبات. يعني نفس الشيء مثل ما قلت بينطبق على هذه المؤسسات. ليس هناك فرق بين إنك تجيب مفتي أو شخص بيشتغل بالدين تدفع له فلوس وبتقول له أنت مطلوب منك إنك تحافظ على ثبات هذا الشعب
وعلاقته مع السلطة، وبتخليه يخاف وبتخليه يسمع الكلام، يعني أولي الأمر وبناء على قول الرسول وبناء على القرآن وبناء على الآية الفلانية علينا أن نسمع كلام أولي الأمر وأن نطيعهم وأن لا نخرج على طاعة الحاكم. كل هيدا الهري هم محتاجين لا يكرروه ويرددوه على مسامع الناس ومسامع الشعب دائما، لأنه لو ما كان في السلطة الدينية اللي بتخليهم ثابتين على الكرسي تبعهم كان الشعب السعودي طردهم من زمان. ما يعني شوف، بتروح على الجيش السعودي، مين اللي ماسكه؟ ماسكه آل سعود، الوزارات، أصدقائهم وأحبابهم وناس من العائلة، الإعلام. ليس هناك فرق بين اللي ماسك قناة ام بي سي واللي ماسك دار الإفتاء، نفس الشيء، لأنه كلهم يسبحون في نفس الفلك، في فلك هذه البحيرة الآسنة الراكدة العفنة المسمات آل سعود والكرسي تبعهم أو العرش تبعهم. حتى سكاي نيوز عربية، يعني سكاي نيوز، تصور سكاي نيوز اليوم ببريطانيا بتاعي مثل بي بي سي، يعني هم بريطانية بحتة، إنجليزية بحتة، بس سكاي نيوز عربية نسخة الأصل من القناة العربية. يعني فتصور كمية الأموال اللي تصرف على الإعلام وعلى المساجد وعلى القرآن والكتب هاي حتى تصدر الفكر الوهابي، هذا الفكر الإسلامي. وهو كذلك، لأنه أنا بعرف إنه في كتير ناس بيعترضوا على دخول مشايخ سعوديين لأراضيهم، مثل مثلاً إنه طرد العريفي أو منع العريفي من دخول عدة دول عربية، بعتقد مثل تونس والجزائر. لما بتجي معارض الكتاب الدولي، معارض الكتاب الدولي في الدول العربية، في يعني دور نشر السعودية تيجي تشارك، شو اللي بتقدمه يعني هذه الدور نشر العربية داخل السعودية؟ تفسير القرآن، الأحاديث، إعادة نشر كتب الصفراء، إعادة نشر ابن تيمية، تفسير القرآن، تفسير القرآن رقم 5000. يعني حتى الكتاب السعوديين المبدعين الأدباء السعوديين لما يحبوا ينشروا خارج السعودية، ينشروا في بيروت، يروح ينشروا في القاهرة، ينشروا في دبي، ينشروا في أي منطقة تانية، في جزر القمر. لكن إنك تنشر رواية مثلاً فيها أحداث وفيها واقع وفيها واحد مسك إصبع واحدة وواحد، ممنوع، لأنه حرام. حرام أساساً إنك تتخيل وتبدع وتقدم فكر للناس، لأنه عارفين إنه لو أتيحت فرصة للناس إنهم يطلعوا على الحقائق ما راح يسكتوا. فهذا التعصب، هذا تصدير هذا الفكر لدول أخرى. يعني أسألك هون، اليوم هن ماسكين السعودية وعايشين مرتاحين وملوك ومراء، يعني شو هدفهم من تصدير الإرهاب لخارج السعودية؟ مثلا شو هدفهم من تصدير الإرهاب لأوروبا، لأمريكا، للبلدان العربية، البلدان الإسلامية؟ شو الهدف منه؟ تفضل. ما بدنا نسميه تصدير الإرهاب، لأنه هو تصدير الفكر الوهابي، تصدير فكره، هو فكره اللي يحافظهم على الكرسي والسلطة والفلوس والنظام، هو تصديره إلى الخارج، محاولة لإثبات وجودهم إنه نحن قادرين على إدارة ليس فقط هذا البلد ولكن إدارة البلدان العربية والإسلامية كلها. يعني أي حد في السلطة بده سلطة أكبر، أي حد عنده فلوس بده فلوس أكبر. آل سعود يريدون أن يبقى هذا الفكر ويتمدد وأن لا يتلاشى. يعني إنك أنت إذا ما صرفت على فكرة، إذا ما حاولت تطورها، إذا ما حاولت تنشرها عند ناس تانيين، ما راح تحصل الدعم المعنوي، ما راح تحصل الناس يساندوك. هم بدهم مساندين من داخل السعودية ومن خارج السعودية، ومثل ما قلت كل يسبح في فلك هذه البحيرة الآسنة العفنة الراكدة اللي اسمها آل سعود والكرسي تبعها. ماذا سأنه آل سعود؟ هذا إلى المصلحة أنه
السعودية هي مركز الذي تتم فيه واحدة من شعائر وأركان الإسلام اللي هي الحج، حط معها العمرة. أنت هون عم تحكي عن بزنس كبير، يعني بزنس بمليارات الدولارات. من مصلحتهم إنه الناس يستمروا في اعتناق هذا الفكر الإسلامي والالتزام به، عشان السلطة من جهة وعشان دخل مادي من جهة تانية. ما هم كمان قاعدين عم يعملوا فلوس من وراء هالقصة كلها، وكمان عشان يلو دراع البلدان الكبيرة ويلو دراع البلدان العربية. لأنه أنت إذا عندك ناس بيدعموك داخل بلد معين فراح يسمعوا كلامك، أنت ما راح يسمعوا كلام الحكومة أو السلطة تبعها. يعني أنت ممكن تمشيهم مثل ما بدك. يعني تخيل أنه أنت عايش بسوريا بس المرجع الرئيسي تبعك هو مفتي السعودية، أو أنت عايش في مصر بس المرجع الرئيسي تبعك هو الشيخ السوديس. أنت قاعد تسمع كلامه وتسمع شو قاعد بيقلك وبتنفذ نمط حياته. يعني هذه هي القصة كلها. بالضبط بالضبط اختي. طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية، هو تورط آل سعود في أحداث سبتمبر، شو بتقدر تقول لنا عنه؟ شو عندك؟ تفضل. أحداث سبتمبر هذه غيرت مجرى العالم الحديث فيما يتعلق بموضوع الإرهاب. كنا بنعرف القاعدة وبن لادن قبل ما تصير أحداث سبتمبر، وكانت الجزيرة كل يوم والتانية بتركض تروح تعمل لقاء مع بن لادن والقاعدة تبعه، وفخورين. يعني شوف هدول الشخصيات بيختاروا الجزيرة بس لحتى يعملوا معها لقاءات اكسكلوزيف يعني. وكنا بنتابع وبنسمع الغرب الكافر منحل المنحط والتهديدات العلنية، وما كنا بناخذها بشكل جدي. يعني كنا بنقول هدول بيهرتلوا، يعني شو قاعدين عم يحكوا هدول؟ في حد راح يقدر على الغرب؟ في حد راح يقدر يمس امريكا او هيك؟ المفاجأة بقى انه فعلا قدروا يمسوها وفي عقر دارها. يعني صارت احداث سبتمبر اللي راح ضحيتها تقريبا 2000 شخص ونفذها 19 شخص، اغلبيتهم السعوديين طبعا، واغلبيتهم مش اغلبيتهم كلهم مغسول دماغهم بالفكر الوهابي طبعا تحت مظلة القاعدة وبن لادن ومن خطط ورتب لهذه العملية. على مدار سنوات بعد ما صارت أحداث سبتمبر، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بمشاركة يعني جهات مخابراتية وتحقيقات وسفر وشي عنه شي مليون دوكيومنتري يعني وثائقي عن الموضوع، بيحاولوا يبحثوا عن الحقيقة. يعني من وراء هذه العملية كلها؟ مين اللي مولها؟ يعني مش معقولة يعني أنت تبعت ناس لأمريكا يدرسوا طيران وتكون مخطط بهالشكل هيدا وبتصرف عليهم وبعدين يعني كاميكاز، يعني بيروحوا يفجروا نفسهم بطائرات في مراكز استراتيجية حساسة كتير، في مدن كبيرة كتير مثل نيويورك وواشنطن دي سي. فهذه التحقيقات لشو وصلت؟ هذه التحقيقات وصلت إلى تورط الحكومة السعودية بشكل غير مباشر في أحداث سبتمبر. طبعاً بعد ما صدر قانون، مشروع القانون، خلينا نقول مشروع القانون قبل ما يوافق عليه مجلس الكونغرس الأمريكي، اليوتيوبرز السعوديين والقنوات والمحللين والإعلاميين اللي بيقبضوا من أجل سعود كلهم طلعوا على القنوات العربية وحكيوا إنه أمريكا راح تندم على هذا القانون، هذا القانون مش لمصلحتها، هذا القانون سوف يدمر، سوف يؤثر على علاقات سلبا، ولازم نعمل قانون جستا ضد أمريكا هلا. يعني مثل ما قلت لك الدعم المالي بيخلي كل الناس بيحكي بلغة واحدة اللي هي لغة أنا ضحية أنا كذا. ففي 28 سبتمبر الكونغرس أوباما عمل فيتو عشان ما يتم الموافقة أو إقرار هذا القانون. في سابقة تاريخية الكونغرس الأمريكي أو مجلس الشيوخ الأمريكي ألغى الفيتو تبع الرئيس أوباما، ما صارت قبل هيك نهائيا.
حتى يوافقوا على هذا القانون، وفعلا تمت الموافقة على قانون جيستا بشكل نهائي اللي هو قانون العدالة ضد دعاة الإرهاب، أو قانون، لحظة خليني أعطيك الاسم، العدالة ضد رعاة الإرهاب. هذا القانون شو بيعني؟ هذا القانون بيعطي الحق لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر أنهم يقاضوا الحكومة السعودية ويطلبوا منها تعويضات لأنه كان إلى إيد في هذه الأحداث. وأنا صراحة مبهورة أنه هذا القانون مرر في أمريكا. شو هي ردة فعل السعودية بعد ما تمت موافقة هذا القانون، بعد طبعا ما عملت حملة لتلميع سمعتها اللي صارت في الوحل وصارت في الأرض، وطبعا الحملة هذه فشلت لأنه السعودية كل ما بتصير مأساة هيك وتصير فضيحة بيروحوا يدفعوا فلوس لشركة من شركات البي آر أو شركات العلاقات العامة لحتى يعملون حملة تلميع، يعني نطفوا لهم السمعة تبعهم، يحطوا شوية مكياج، ما في خلاص انتوا ما في فايدة يعني. فالموضوع هيك صار، وهذا القانون صار حاليا واقع. برأيك القانون هذا هو انقلاب على السعودية مثلا، يعني السياسة الأمريكية تنقلب على السعودية، على الحليف الاستراتيجي كل هالسنين هاي؟ ليس له علاقة بانقلاب على السعودية، هناك فرق كبير بين انك تكون لك مصالح مع دولة معينة وانك انت تطبق القانون وانك انت تكون عندك احترام للناس شعبك. الحكومة الأمريكية حكومة تحترم الشعب تبعها، تحترم ضحايا وعائلات أحداث سبتمبر، بدهم هذول الناس ياخذوا حقهم، وهم عارفين إنه السعودية متورطة، فأعطوا للناس طريق قانوني لحتى ياخذوا تعويضات. ما هم ما طلبوا من الناس يروحوا يحاربوا السعودية، يعملوا عملية جماعة متطرفة ويروحوا يعملوا تفجيرات في السعودية، لا، هي طريقة حضارية. القانون هو لغة حضارية للتعامل مع الغير حتى ولو كان عدوك. أمريكا استعملت نفس اللغة، أقرت قانون يسمح للضحايا، عائلة الضحايا بمطالبة بالتعويض، ما راحت شحنتهم ضد السعودية لحتى يلا هيا بنا نتقر منهم، هيا بنا نحارب، لا. لكن المضحك في الأمر ردة فعل السعودية، يعني أوكي لما أنت تكون متهم بشيء وانت عارف نفسك انه انت بريء، انت تثبت براءتك باثبات العكس، صح؟ السعوديه شو عملت؟ قالت لهم والله لا اسحب الفلوس اللي في الخزينه تبعكم، والله لا اسحب السندات الماليه اللي عندكم واخليكم تشحتوا. يعني السعوديه صارت بتهدد امريكا بسحب القرشين اللي حاطينهم بالخزائن الامريكيه او البنوك الامريكيه، وقال يعني راح نوقف استثمارات وراح نوقف كذا، ده على اساس انه الاقتصاد الامريكي قائم على شو؟ على السعود. يعني منفوخين وعايشين في فقاعه من الوهم ليس لها اي، يعني ليس لها اي ستين لازمه بالحياه. يعني انه مثل النفاخه يعني اللي عم بينفخوا حالهم شويه يطقوا بعدين ويندثروا، يعني اي شيء مؤكد لانه ان قائمين على باطل بالاساس. يعني بدي اسالك هلا، سمعه السعوديه هي من سمعه الاسلام، برايك هلا اذا سمعه السعوديه صارت في الحضيض، هل سمعه الاسلام راح تكون بالحضيض؟ انا عارف انه انت ما عم تطرح السؤال بشكل جدي لانك عارف انه الاثنين أسوأ من بعض والاثنين تحت الحضيض اساسا. السعود انا مثل ما قلت لك، يعني شوف لو كانت السعود لو كانوا حكومة محترمة كانوا طلعوا اعتذروا باعتذار رسمي لكل الناس اللي تسبب هذا الفكر الإجرامي الوهابي الإسلامي في إيذائهم بشكل مباشر أو غير مباشر. نحن نعتذر لهذا الكوكب على مدار مئات السنين، أو على مدار من وقت ما أول آل سعود، واحد من آل سعود حط رجله في المملكة، نحن نعتذر من أول هذا اليوم لحد هلأ. هدول لو كانوا فعلا ناس محترمين وبيعرفوا شو يعني إنك تكون عندك قيمة وسمعة بين الناس،
لكن هم مش فارقه معهم العناد والتحدي والتكبر والانكار هو السياسه الوحيده اللي بيعرفوها تماما مثل المسلمين. المسلم تيجي تحكي معه تقول له والله دينك فيه كثير اشياء غلط ومتناقضه مع القيم، متناقضه مع العلم، متناقضه مع العقل، راح ينكر، راح يغضب، راح يسب، راح يشتم وراح يتوعدك. نفس الشيء عملته السعوديه، يعني انكار سلطت عليهم شويه ناس يشتموهم ويقولهم وبعدين نفذت تهدد انه راح نسحب الفلوس تبعنا. ما هي ما راح تقدر تهدد امريكا انه راح تحاربها مثلا، ده هما بيشتروا السلاح تبعهم من امريكا. يعني الترسانه السعوديه، الترسانه العسكريه السعوديه هي الترسانه، هي من مخلفات الاسلحه الامريكيه. وبعدين يحكوا مع دوله عندها اسلحه نوويه وجرثوميه وبيولوجيه، قنبله واحده ممكن تنفيهم من على وجه المجره كلها، يعني ما يصير لهم اي اثر. فالموضوع السمعه هذا موضوع يعني لا مجال لانكار الحديث عنه، لانه سمعه السعوديه، سمعه ال سعود، يعني شوف صارت السنه الماضيه الملك سلمان راح على فرنسا اجازه بالصيف، راح على جنوب فرنسا، اخذ القطيع تبعه الجواري والعبيد والخدم والحشم ونسوانه وبناته وبنات خالته وجيرانه، اخذ يمكن شيء 1000 واحد معه، راحوا استوطنوا في الجنوب الفرنسي. والحكومه الفرنسيه لانه عنده قصر هنيك، الحكومه الفرنسيه اضطرت انه تسكر شاطئ واحد من اجمل الشواطئ في الجنوب الفرنسي. شو صار؟ الشعب الفرنسيين كتبوا عريضه قال الكلاب هدول اللي اجوا لازم يرجعوا لبلدهم، تفتحوا لنا الشاطئ لانه احنا مش عبيد عندهم، احنا مش سعوديين. هل الحركه يعملوها هنيك بالسعوديه ما بيعملوها هون في فرنسا؟ كيف يسكروا علينا؟ قال يعني سكروا الشاطئ حتى الفرنسيين ما يشوفوا نسوان السعوديين من جمالهم، عشان يكون نسوان الملك. طيب بصلك شيء، يعني بنعرف الشواطئ السعوديه، البحر الاحمر كل ياخذ كل الشواطئ السعوديه، الشواطئ السعوديه ياخذ كل البحر الاحمر، يعني ما بيقدروا يسووا مستنقعاتهم هنيك يعني، الا يجوا على فرنسا يوسخوا فرنسا كمان. لا اللي صار بقى الملك قاعد كم يوم وصارت الضجه حواليه، فالسلطات الفرنسيه استجابت لطلب الفرنسيين، وقعوا عريضه، مئات الالاف من الاشخاص وقعوا العريضه، قال لك لا يطردوهم ما بدنا اياهم. فراحوا خبروا الملك والله احنا اسفين، تفضل لم اغراضك، لم جواريك، تفضل مع من غير ما طرود ما ترجع هون ثاني. فلم اغراضه ولم الناس اللي معه وراحوا كمان لا مش رجعوا على السعوديه بكرامتهم، لا راحوا على المغرب حتى يكملوا الاجازه تبعهم. يعني انت مفروض ملك، انت مفروض ملك، يعني انت مفروض تكون المثال لاثبات ان السعوديه هي بلد السياحه وواحده من اجمل المناطق في العالم وفيها شواطئ، تهرب منها انت واتباعك ليه؟ تهرب منها ليه؟ تروح تاخذ اجازه برا وبهذه الطريقه البشعه الشنيعه انه تسكر على الناس منطقه كامله حتى ما يشوفوا نسوانك؟ منطق غريب، يعني منطق أنا صراحة كنت بتابع القضية هذه وكنت يعني كل يوم بضحك لأنه الفرنسيين طلعوا عليها نكت ومسخرة وبرامج فرنسية حكيت عنها ومثلوا يعني دور الملك سلمان ونسوانه بالنقاب وهيك على الشاطئ. يعني نحكي عن السمعة، هاي واحدة من 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 صور السمعة السعودية. يعني السعوديه تدفع الملايين بصراحه مشان سمعه الاسلام، يعني منهم انا اظن كان في زياره ولي العهد لصاحبنا هذا صاحب الفيسبوك اذا بتتذكري. برايك شو القصد من هالزياره هي؟ وقتها انه صار زياره ولقاء وبعدين ما سمعنا شيء عن
مضمون الزيارة، شو الهدف كان منها؟ برأيك شو عم بيخططوا آل سعود؟ يعني يشتروا فيسبوك مثلا؟ ومثل ما قلت لك يعني اوقات السعود لحتى يلمعوا صورتهم وسمعتهم بيروحوا يجيبوا شركه بي ار، شركه علاقات عامه، يدفعوا لهم خذ مليار يلا زبطني لمعني شخلعني. فهذول شركه البي ار بيطلبوا منهم يعملوا اشياء، بيقولوا لهم عشان يعني الناس يحبوكم ويصير عندكم متابعين ويصير عندكم ناس لازم تروحوا تزوروا مقر ريال مدريد، لازم الملك بما انه راح يزور اسبانيا يروح يزور ريال مدريد ويلتقي باللاعبين ويسلم عليهم وهيك، نفس روح زور مقر شركه تويتر بما انك راح تكون في امريكا فنظبط لك موعد مع رئيس التنفيذي لشركه فيسبوك وروح زور المقر وسلم عليه يعني هي جزء أو تدخل في إطار محاولة تلميع سمعتهم اللي صارت زي الزفت في العالم، إنك تظهر أو إنك تكون في أماكن الناس بيحبوا إنه يكونوا فيها أو تكون في أماكن يرتدوها الناس العاديين، مثلا إنك تروح تاكل في مطعم عادي كان بيعملها بشار الأسد لما كانوا بيزوروا شخصيات عامة في سوريا قبل الحرب، كان بياخذهم بينزل على شوارع وحواري دمشق القديمة وبياكل معهم، يقعد هو ومرته وضيفه ومرت ضيف يقعدوا في مطعم عادي بسيط وبياكلوا، يعني نوع من صورة من صور التواضع انه احنا مثلنا بشر مثلنا مثلكم. السعوديين او السعود بناء على تعليمات شركات البي ار هذه بيحاولوا انهم يعملوا اشياء اوقات اوقات بتوسخهم اكثر، يعني انه في عمل وزير الاعلام السعودي راح زياره اليابان من شهر او شهر ونص، عامل مؤتمر صحفي مع اليابانيين. ف اول شيء كان شارب او ما اخذ حبه ضايع، يعني كان يعني تحس هيك انه قاعد في غرزه، يعني كان شارب حجرين او شيء. طريقه اجابته على الاسئله، يعني انت وزير اعلام شو قاعد عم بيقول انا اللي بكتب خطابات الملك، يعني انت مش يعني مستحيل يجي حدا لسه في السلطه يقول لك انا عم بكتب خطابات الرئيس او خطابات الملك بعد عمر طويل، لما يصير عمرك 90 سنة ويكون الملك مات وأحفاده ماتوا ممكن تحكي هالكلام هيدا، بس مش إنك تطلع في اليابان في طوكيو قدام اليابانيين بلغتك الإنجليزية اللي مضروبة مكسرة وإنت شارب أو مش عارف كيف وضعك وبتقول أنا اللي بكتب خطابات الملك وأنا اللي بقرأ له الجرائد كل يوم. انت كوزير اعلام مش معقول، يعني مستوى الوعي عندهم، في مسؤولين عندهم بلاده او شيء مش عارفه الصراحه، فانت كيف بتقيم سمعه شخصيات عامه بهالشكل هيدا؟ شخصيات للاسف الشديد عقولهم اذا كان عندهم عقول. على كل، انا معنا اتصال من الاخ جانو. اخي جانو تفضل حبيبي. تحياتي حبيبي جان لك ولاختنا الحبيبه شاي. طبعا حكت على العالم بدون السعود، هذا حلم، يعني حلم جميل للانسانيه. يعني احنا اذا قرينا التاريخ راح نشوف كثير دول تدخلت لدول ثانيه مشان انه تمد يد المساعده والانسانيه. مثلا عندما حاصر الجيش العثماني فيينا اجى المساعده من الملك البولوني، ساعد النمساويين لكي يحرروا بلادهم من بطش العثمانيين، وهذا امثال يدل على انه باختلاف اللغه باختلاف المذاهب يدل فقط الانسانيه والمعامله الانسانيه، انسان تجاه انسان ثاني، ليس بمثل السعود عندما يتدخل فقط مشان
مصالح ذاتية وخراب الدول الثانية. يعني فقط أينما حلت آل سعود خرب المكان اللي دخل فيها. يعني إذا رجعنا شوية لوراء كان كل شيء مثلا في شمال أفريقيا خاصة في المغرب والجزائر وقتنا شيء يعني أنت بتعرفين أحسن من اللي أنت بنت البلد، كان اللغة الفرنسية والفكر الفرنسي أو الألمانية والتحرر كانت في الستينات والسبعينات كانت يعني كان على أوجهها، والآن أصبحت شبه معربة وشبه إخوانية. يعني كيف وصل إلى هذا الحد؟ يعني شو الأسباب اللي كلها من الفلوس؟ يعني فلوس بترودولار، وهذا النفط حتى ما بيعرفون يخرجون منها، لازم يجي واحد كافر من أوروبا وأمريكا مشان يخرجون هذا النفط لهم. حتى البيع ما بيعرفوا يبيعوا، لازم يكون عندهم مستشار كافر مشان يبيعوا النفط. حتى اللغة ما بيعرف يحكيها، لازم يجيك مترجم مشان يترجم له. حتى الأكل اللي بياكله لازم جاي من الأمريكا أو من الصين، والمنعقة اللي بياكل منها واحد أوروبي صنعها أو واحد صيني. فكيف تقولون إنه أنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فقط فهموني، هذا هو الخير، فماذا تكون الشر؟ فقط بدي أفهم مفهوم الخير والشر عندكم. إذا هذا هو مفهوم الخير، فما هو مفهوم الشر عندكم؟ وتحياتي لكم وبحبكم. طبعا بدي تفرجي الأخوة حبيبي جان هذا الصورة اللي بعثت لك، أكيد يكون رؤية أوضح. تحياتي لكم وبحبكم مرة ثانية. شكرا. شكرا لك جانا. شكرا حبيبنا. شكرا. في اي تعقيب اختي شيء على ما قاله جانا؟ نعم، اهلا وسهلا فيك جانا، شكرا لمداخلتك. ممكن تعليق صغير على موضوع تحول المغرب العربي من الثقافه الفرنسيه والثقافه الغربيه الى الوهابيه. واحده من مآسي تأثير أو تصدير السعودية للفكر الوهابي هو ما نحن عليه. الجزائر في قريب التسعينات كانت عندها مأساة كبيرة مطار في الحرب الأهلية أو الحرب على الأهلاب. يعني نفس الشيء اللي عم بيصير في سوريا حالياً، نفس الشيء اللي عم بيصير في العراق حالياً، إحنا مرينا فيه في قريب التسعينات، وين التيار الإسلامي دخل في حرب طاحنة مع الحكومة الجزائرية ومع ضد الشعب الجزائري، وكان يعني ناس دبحت بالآلاف، مئات الآلاف دبحوا. ما تسمعونه الآن من قبل شيوخ الإسلام ما هو إلا صور مكررة مما كنا نحن نسمعه من شيوخ الإسلام وشيوخ التيارات الإسلامية في الجزائر. حرب دمويه يعني بشعه جدا. يعني انا بتذكر حتى لما دخلت الجامعه يعني اللي هي حرمه يعني ارض محرمه على الجيش، ولكن الجيش كان مضطر يدخل الجامعه لحتى يحمي الطلبه، لانه كانت توضع قنابل في حافلات نقل الطلبه، كانت الطلبه كانوا مستهدفين، فكانت دبابات الجيش عند باب الجامعه وجوه الجامعه، جامعه وهران وين انا كنت بدرس. فكانت مأساة، وأنا بتذكر أشياء كتير بشعة. يعني صارت مذابح صارت على بعد شارع واحد من البيت اللي أنا كنت ساكنة فيه. وقت من الأوقات الجيش سكر حدود المدينة كلها اللي أنا كنت ساكنة فيها وفتش بيت بيت، لأنه الإرهابيين كانوا بيتخبوا جوا البيوت وكانوا يهددوا الناس لحتى يخزنون الأسلحة. فطبعاً هلأ حالياً في تيار إسلامي يحاول إعادة هذه المنظومة الإسلامية البشعة الجزائر، وفي وسائل إعلام مثل الشروق والنهار
تحاول بشكل مباشر وبشكل غير مباشر أن تقنع الجزائريين أن الإسلام هو الحل، أن العودة إلى الإسلام هي الحل، أن هؤلاء الشيوخ بيحكوا لمصلحتكم، لازم تسمعوا كلامهم، إحنا الغرب حولنا إلى مجتمع منحل يعني. والناس بسبب جهلهم وقلة وعيهم مصدقين وبيمشوا وراء هالإدعاءات السخيفة يعني. هذا مجرد تعليق على ما قاله جانو. الثقافة في المغرب العربي هي ثقافة أمازيغية قبل أن تكون ثقافة عربية، والإسلام هو يعني أمر دخيل علينا وليس بالأمر الجيد، ولم يضف لنا شيء بالعكس أخذ منا الكثير. سوف يطرد أختي، سوف يطرد الإسلام من المغرب الأمازيغي. طب معنا اتصال من علاء أظن. أخ علاء تفضل. كيفك أخي جان؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا علاء تفضل. أنا بحب أغنيكم يعني، هذا البرنامج كثير حلو. تسلم يا طيب، تسلم. بأيد كل شيء بتقولوه عن السعودية والإرهاب تبعها والإجرام، وأنا بقولهم على طول لو الواحد بده يقضي على الإرهاب لازم يرجع 1400 سنة ويمحي كل السعودية من الأصل. ساعة الإرهاب كله ما بيضل أصل الإسلام تبعه. هو بصراحة لو عندك مثلا شيء ما كانت زمن نبعت للماضي نروح نقتل محمد ونخلص منه يعني. صدقني هذا بالضبط، قلت لهم لو الروس أو الأمريكان بيقدروا يرجعوا بالزمن يبعثوا بس شغل الطيارة واحدة تخطف مكة وتمسحها عن وش الأرض وتخلص الحياة بتكون غير شكل. أكيد أكيد، لأنه رهاب كل محل. صدقني عن جد يعني أقول لك المسلمين نحن كيوت ومش عارف إيش وهاي، والآخر بتحكي معه كلمتين يا بقول لك أنت شو بدك فيهم يعني، هاي اللي ما نو متدين وشي، لا أنا شو دخلني عيفهم يعني، ما مش طب أنا عيفهم يذبحوني يعني مثلا يقتلوني، واحد بيقدر يحكي هي المشكلة علاء يعني. إن المشكلة إنه يعني إذا أنت عرفت إن هن ما بيعرفوك يعني بحالك يعني المشكلة. هن حكيت مع واحد مصري أو كنت مع اثنين سوري، واحدة سورية وواحد مصري، هي الشيعة وهو سني، اتفقوا ضدي بالفكرة إنه أنت قلت لهم على قصة إنه بالأزهر بيدرسوا أكل لحم البشر اللي هو تعرف الصلاة والهاي، لا أنا حجيب لك الشيخ أزهري تتكلم معه. قلت له يا عم أنا، أنت روح احكي مع الشيخ، أنت روح اسأل الشيخ تبعك واسألهم وراجع المصادر تبع الأزهر، والكتاب موجود وموجود المراجع على اليوتيوب وكل محل. أنت تدخلني بذباتك ليش يعني؟ صحيح صحيح للأسف. قلت له أنا مو وظيفتي، أنت أعبد اللي بدك تعبده، أعبد وكنا من أرجل. قلت له أنا أعبد الأرجيلي بس ما تطفشني بالفحم تبعها، ما تزعجني فيه، أعبد اللي أنت عايز تعبده. تمام. طيب أنا بشكرك كثير أخوي علاء على المداخلة الطيبة هاي، شكرا كثير، وبتمنى المداخلات تبقى يعني. طيب الشيء في عندي صورة بعت الأخ جانو، قال يا ريت نشاركها ونسمع تعليق الأخت شيء عليه كمان. خلينا نشارك الصورة هاي. طبعا أنا راح أقرأ الوثيقة، وثيقة خادم الحرمين الملك عبد العزيز آل سعود، يقول فيها باسم البطيخ والمبسمرات: أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود أقر وأعترف ألف مرة للسير بريسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى، لا مانع عندي أن أعطاء فلسطين المساكين اليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصبح الساعة. طبعا هاي الوثيقة هاي مكتوبة بخط اليد مثل ما أنا شايفين، وهي الختم. فشو تعليقك عليه أخت الشيخ؟ أنا بدي أقول لك شيء يعني أقوى من هذه الوثيقة. أنا شفته بنفسي،
أنا كنت بشتغل بشركة بتعمل مناسبات يعني إيفنتس، وكان مسموح لإلي إنه أكون موجودة في إيفنتس خاصة. بس الشيء أظن 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 الوثيقة ما طلعت على الشاشة، لذلك أنا بدي أرجع أعيد أطالعها، لأنه آسف كثير أصدقائي كان الشاشة معلقة على صورة الأخت شاي. دقيقة واحدة بكون معكم، راح أرجع أطالع على الصورة، أنا آسف كثير. يلا يا فيسبوك، لا تعذبنا. هذا فيسبوك طلع واحد صلعومي أظن، لا هو هذا طول بالك. بيتآمر مع صلعومي ما بعرف ليش. بعد زيارة السعوديين بلشت أشعر. يلا يا حبيبي يلا. وفي وسائل كثيرة من هاي. صحيح، انا بس الاخ جان وبعت لي اياها فحبيت اعرضها. طبعا يلا دقيقه واحده، هاي هي الوثيقه اصدقائي. طبعا انا راح اقراها من فوق. انا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل ال سعود اقر واعترف الف مره للسير بريسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى، لا مانع عندي من اعطاء فلسطين المساكين يهودا وغيرهم كما تراه بريطانيا التي لا اخرج عن رايها حتى تصبح الساعه. هون يمكن في مناطق نفوس تنبسط من حدود الكويت الى جبل شمر الى، يعني ما واضح على كل على كل مثل ما شفنا اصدقائي، هي الوثيقه. تفضلي يا اختي شيخ. يعني أنا كنت عم بحكي لك إنه في وثائق كثيرة مثل هيك في بداية القرن العشرين وقت أو في بعد الحرب العالمية الثانية وقت بلشت توزع مناطق النفوذ بين الدول، وأنا قلت لك إنه السياسة هي مصالح، هو كانت مصلحته إنه يوافق على تقسيم المنطقة، مش مهم لمين، لليهود، للموزمبيقيين، للبرازيليين، مش مهم، هو بالنسبة له المهم إنه هو محافظ على المنطقة اللي هو فيها وخلص. بس انا اللي بدي اقوله انه انا نفسي حضرت اجتماع، بعمل لك كنت بشتغل بشركه بتعمل ايفنتس في سان فرانسيسكو، وكان مسموح لإلي لانه كنت مسؤوله عن اداره الايفنت، بس كان مسموح لي انه اكون متواجده بالايفنت، وهي بتكون اوقات لشخصيات يعني في اي بي، شخصيات عامه، فكانت واحده من الجهات اللي عملنا لها الايفنت كانت أكبر منظمة يهودية داعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وبيعملوا العشاء السنوي تبعهم. كان في واحد قاعدين عم بعد العشاء قاعدين عم يعملوا انترفيو معه على المنصة، بيسألوه شو هي آخر الأشياء اللي قاعدين عم تعملوها لحماية إسرائيل ولدعمها في المنطقة ضد الدول اللي دائما متحالفه ضدها. وانا كنت موجوده يعني حاضره وقاعده عم بسمع. قال يعني اخر شيء قدرنا نعمله انه احنا مسافرين بعد فتره على دول الخليج، بدنا نلتقي مع السلطان قابوس، بدنا نلتقي مع مسؤولين في الامارات، بدنا نلتقي مع مسؤولين في السعوديه، يعني وفد من هذه المنظمه، وفد رسمي من هذه المنظمه مسافر بطريقه سريه لدول الخليج لحتى يلتقي معهم ويتفاوض معهم ويحكي معهم ويتناقش معهم على مصالح مشتركة، في حين أن كل هذه الدول تدعي أنه هي ضد إسرائيل، ولا نقاش ولا تفاوض ولا كلام، بس أنتوا على تواصل معهم، يعني هم بيجوا عند أنتوا بتستقبلوهم سراً وبتقعدوا معهم بتحكوا معهم بتتفاوضوا معهم بتعملوا بيزنس من تحت لتحت وبتعملوا صفقات من تحت لتحت. هذا حاليا، هذا الان في 2016. هذه الوثيقه يمكن من 1920 او 1930، لكن انا عم بحكي لك عن هلا. هلا صار في يعني علاقات علنيه، وانا بدي اقول انا لست ضد اسرائيل كدوله، هي امر واقع، في ناس كثير عرب ومسلمين ملحدين وعلمانيين ممكن يكونوا معترضين على الموضوع، لكن لماذا ننكر امر واقع؟
يعني مثل ما المسلمين بينكروا الأخطاء الموجودة في الإسلام وهم عارفين إنه هي موجودة، نفس الشيء اللي بيعترض على إسرائيل كوجود هي موجودة يعني، فخلاص تعايش مع الأمر الواقع، لأنه إسرائيل حالياً فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني متجنسين بالجنسية الإسرائيلية وبيشتغلوا بالجيش الإسرائيلي، طيارين وضباط وبيضربوا بالرادار وكل شيء، وحتى بالمخابرات الإسرائيلية يعني تجاوزوا. المشكلة بتعرفي كيف شيء؟ إنه الإعلام العربي والإعلام الإسلامي عبى بيروس الناس إنه إسرائيل هذا الوحش الكبير وإسرائيل كذا وكذا، ويعني عبوا براس الناس، وحتى الملحدين يعني هن من خلفيات إسلامية بتم عندهم، وطبعا نحن ما ننكر إنه إسرائيل قامت بجرائم، هذا شيء ما ننكره، ولكن يعني هي واقع موجود. والمشكلة الكبيرة إنه هدول الحكام العندال هدول يعني بيوهموا الناس بهالإعلام هذا إنه إسرائيل وحش وإسرائيل كذا وإسرائيل كذا ونحن ضد إسرائيل، ومن تحت الطاولة علاقاتهم سمن على عسل مع إسرائيل وبتنازلوا عن كتير أشياء لإسرائيل. فالضحية هن نحن هالناس الموهومين إنه والله إسرائيل وحش، وإسرائيل ليست وحش وليست ملاك يعني. وممكن تفضلي تفضلي. لما كنت في الإمارات كنت بشوف المراكز، مراكز التسوق والأماكن العامة، صناديق التبرع لمنظمة التحرير الفلسطيني، منظمات فلسطينية ولضحايا غزة، صناديق محطوطة هيك لك بدل ما تدفع زكاتك في أي مكان هي حط الزكاة هون وإحنا بنلمها الفلوس وبنعطيها ل هذه الصناديق اللي موجودة كمان في كل المساجد في الدول العربية، اللي بالمسلمين هو فرض عليهم إنه يقدموا الزكاة، جزء يقتطع جزء من دخلهم وبيحطوه في هذه الصناديق، وممكن هم يعملوها بنية حسنة يعني لمساعدة الغير، ولكن أنتوا شو دراكم إنه هالفلوس ما عم بتروح لحتى يشتروا بها أسلحة لمنظمات إرهابية؟ شو بيعرفكم يعني وين هالفلوس عم بتروح؟ وكان في تقرير نشرته البي بي سي السنة الماضية عم تحكي عن أموال التبرعات الخاصة بالمسلمين في لندن، في بس في مساجد لندن وفي أماكن اللي ساكنين فيها المسلمين، بيقول لك إنه يعني بيجبروا الناس على تبرع بجزء من أموالهم وبعدين بياخذوا هالفلوس وبيستثمروها لتسفير ناس ودعم جهات مشبوهة. نفس الشيء ينطبق على هدول الصناديق داخل البلدان العربية والإسلامية، وجزء من الدعم لمنظمات وجهات مشبوهة، لأنه أنت ما في حدا عم يعطيك، ما في شفافية يعني. أنت قال لي طب هدول، طب أنا كيف بعرف أنه أنت فعلا أخذت هالفلوس وما اشتريت فيها BMW أو جددت بيتك أو زوجت بنتك أو بعتها لحد ابن خالتك؟ بالضبط يعني هالفلوس هاي ما أظن تروح منها ولا 1% للمساكين اللي استحقوا الفلوس هاي، هي أغلبها بتروح نصها قبل ما تطلع أصلا من أي دولة بتروح لجيوب السماسرة، والباقي المتبقي بيروح للأسلحة، ويادوب يصلهم 1% وأقل 1% للمساكين. يعني هل من المعقول كل هالأموال اللي بيجمعوها على أخير يجيب لهم شوالين رز ولا 3 شوالات رز؟ طب مع اتصال من الأخ حكمة، خلينا ناخذ له اتصال من الأخ حكمة. أخي حكمة تفضل، أبو الحكم أبن كثير تفضل. مرحبا، أهلا وسهلا تفضل. سلم على الأخت شيء، ويعني فرحتنا أنه أخيرا استجابت وطارت ويانا، هذا الشيء طبعا جدا يفرحنا، نستفاد من تجاربها وخبرتها، وخصوصاً عايشة بأمريكا ويعني عندها علم بالشغلات اللي تصير يعني قلب السياسة مثل ما يقول. وكنت أسمعكم أنت حالياً إنه تحكون عن الفلوس، يعني واحد ما يعرف منين يروح، هذا فعلاً هذا الكلام حقيقي يعني.
يعني أنا أعيد بشدة الطلب اللي طلبوه الأمريكان من السعودية إنه 3 تريليون بدهم يأخذوا منهم، لأنه فعلا هم أساس البلاء. يعني إذا كانوا ما يساعدوا بصورة مباشرة على الأقل غير مباشرة حتى هم يطلعون منها، هم ينقون الناس الآخرين اللي يمولون الإرهاب، هم ما يمولون مباشرة ولكنهم ينطون الفلوس بطرق أخرى، بطرق ملتوية حتى يدعمون الإرهاب في كل مكان. يعني أنا سمعت بارحة يعني أفريقيين يعني يروحولوا هناك يقول لهم حضروا لهم فلوس وهدايا، تعالوا بس تشاهدوا الدين الإسلامي نعطيكم فلوس. صحيح، هي المؤلفة قلوبهم. طبعا هو ما يعني شرطهم انه واحد يشاهد، اذا ما شاهد اي شيء بيعطوه. يعني عكس الاديان الاخرى يحاولوا يساعدوا بدون ما يكون لهم طلب، يعني ولو كل الخرافات. بس قصدي انه هو شرطهم انه سمعت حتى شفت فيديو يجمعون كلهم مع بعض ونشاتين وبعدين يطوم الهدايا ويطوم المساعدات. يعني هي ما تعتبر من وسائل الإرهاب؟ طبعا من وسائل الإرهاب. طبعا راح يصيرون كلهم يصيرون قنبلة مفقودة، يعني ما عدا الوسائل المباشرة، الفلوس المباشرة عن طريق أعوان لهم يدزوها للمنظمات الإرهابية. صحيح صحيح. طب أخي حكمة، في عندك أي تعليق آخر؟ لا، بس حبيت أسلم على الأخت شي وأعرض فكرتي وأشجع جميع الأخوات يظهرون ويانا يعني بحلقات نسويها مشتركة، رجالية نسائية نسائية نسائية، تكون كثير حلوة. يعني أكيد أكيد هالحلقات قادمة. على كل يوم الخميس عن حلقة نسائية رجالية، يعني مختلط مع حلو يا حلو. أنا يعني بس حبيت هذا أقوله وأسلم عليك جان، وموعدنا غدا. أكيد أكيد الأخ حكمة من كثير، موعدنا غدا الساعة 5 بتوقيت لندن في محمد من الألف إلى الياء. أوكي. رقم 4 طبعا. باي باي شي، باي باي جان. باي باي، شكرا كثير حكمة. طيب شايفي سؤال، في عندي سؤال من الأخ كريم عم بيقول: أخي جان، اسأل الأخت شي عن إذا كان لها أي تعليق على العلاقة الجزائرية السعودية، وهل من الممكن للحكومة الجزائرية أن تقطع علاقاتها بالسعودية؟ نعم، بدي بس سلم على الأستاذ حكمة كمان، بقول أنا بتابع الحلقات اللي قاعد عم يعملها معك، ممتاز جدا مواصل، يعني بنحاول نمشي على دربك يا استاذنا. بالنسبه لسؤال الاخ كريم على العلاقات السعوديه الجزائريه، ليس لدي يعني علم كافي بكل ما يحدث في هذا الاطار. ما اعرف انه علاقه السعوديه باي دوله عربيه في المغرب العربي هي علاقه مصلحه، علاقه بزنس. الجزائر تحاول اجتذاب السعوديه لا المزيد من الاستثمارات في الجزائر، سواء في مجال المواصلات أو في مجال التجارة والاستيراد والتصدير. ما أعرفه أيضاً أنه صار في حالياً جالية جزائرية كبيرة في السعودية، مقيمين بيشتغلوا في كل المجالات، مش بس في مجال البترول والتدريس، ولكن أكاديميين كثير جزائريين. ما بفهم يعني هذه النقطة، ما بعرف أنه الفلوس لها تأثير كبير، لكن أكاديمي جزائري يروح يعيش في السعودية شيء مثير للاستغراب. يعني ليس لدي علم عن العلاقات السعودية الجزائرية. ما أعرف حاليا أنه السعودية بشكل أو بآخر تحاول دائما إيجاد داعم لها، تحاول دائما أن تتولى السيطرة على الدول العربية، أن تفرض رأيها، أن تجد الدعم. بعرف انه نقطة الخلاف بين السعودية والجزائر هو المسألة السورية تحديدا، لانه الجزائر داعمة للحكومة حكومة بشار الأسد منذ البداية، منذ بلشت الثورة، ولم ينقطع الدعم الحكومة الجزائرية لي
بشار الأسد وسياسته أبدا طوال هذه الفترة، رغم اعتراض الشعب الجزائري على جرائمه وعلى ما فعله. بعتقد أنه هذه كانت نقطة خلاف بيناتهم، لكن ليس لدي إلمام بهذه العلاقة صراحة. شكرا كثير. في معنا اتصال من الاخ موسى، بس اتصل والسكايب عندي. طيب موسى تفضل. موسى مساء الخير اخ جان. مساء الخيرات، اهلا وسهلا، تفضل. كيف صحة الاستشاري؟ تمام تفضل اخي، تفضل. يعني سامعك موسى، تفضل. شاري وعلى الحلقة، أنا ما تابعتها من الأول، بس الظاهر أن حلقة ممتازة كثير، وحلقة يعني تحكي عن الوضع وعن الناس المساكين. حبيت بس التصديق للأخت شاري والتصديق لكلامك. تفضل. مرة نحن هون طلعت قافلة مساعدات من ألمانيا. من ألمانيا. فإذا صار انا تعرفني ما بتردد على المسجد ولا بروح، بس سمعت انه بالمسجد عم يلموا ألبسة عشان تروح على سوريا للناس النازحين للناس المحتاجين. صار يحكوا بالمساجد انه ما بياخذوا مصاري عشان يعني الناس تصدقهم اكثر، صار يلموا ألبسة كثير. اللي عنده لباس مثلا مستخدمه واللي صعب نظيف وما محتاجه واللي عنده شيء غيره هيك، صارت معهم تلمم تقريبا 3 شاحنات. تمام. بعد بشهر تعرف وين الشاحنات هاي تفضلت والباعت؟ تفضل. محلات السكند هاند برومانيا بلغاريا. تعرف يعني ألبسة طالعة من 100 يورو، البنطلون مثلا بخمسة يورو ولا 3 يورو ولا 2 يورو. ألبسة هاي راح حرامية، صدقني كلهم حرامية. حرامية بالفعل، يعني مثل ما عم تقول حرامية. هي الشغلة اللي بتعرفها أنت وقلت لنا عليها، ما بالك الأشياء اللي ما بنعرفها واللي من بنك لبنك لبنك لبنك. يعني أنا بالنسبة لي يعني أي تبرعات مصاري سامعني؟ سامعك، تفضل. أنا بالنسبة لي أي تبرعات مصاري ما باخذ، يعني ما بصدق، يعني يكون بشك. إذا ما كان 100% 80% المصاري هاي ما بتروح للناس المساكين، بس صار يحكوا إنه الألبسة هاي طالعة على الناس النازحين بتركيا أو بلبنان أو بالداخل السوري. الألبسة هاي بعد شهر وصلتنا الأخبار إنه راح تفضلت بمحلات السكن هاند برومانيا، محلات الألبسة المستعملة يعني، وانباعت هني ما وصلت تركيا. واللي خبر عليه واللي خبر وفضحهم الناس كانوا بالقافلة، يعني كثير ناس، يعني ناس ومساكين انقشوا كمان. طيب انا بشكرك كثير موسى. اكيد موسى، انا بشكرك لانه وقتنا صار ضيق بصراحه. في عندي اتصال اخر بس بدي اخده، وبصراحه في نقاط ثانيه لازم كان نعبيها، ولكن طيب في عندك اي تعليق الشيء على كلام الاخ موسى؟ هو بيثبت ما احنا حكينا عنه، ما تتبرعوا، ما تعطوا فلوسكم ولا اي شيء لأي حدا من أي جهة إسلامية، لأنه مشبوهين وبيستغلوكم، بيضحكوا عليكم من الآخر. بكل تأكيد. طيب خلينا نأخذ اتصال من نوفا. نوفا مان، تفضل. نارو، تفضل. عمليني أنا بس عايز أحييك وحيي الأخت شي وهي كل متابعينكم. انا كنت عايز اقول بس نقطه واحده، ان المشكله مش في السعوديه كدوله، المشكله الاساسيه هو في الدين نفسه اللي ممكن يعمل السعوديه وغيرها. لو ممكن بس تعلي صوتك شوي عشان نسمعك افضل. بقول لك المشكله مش في السعوديه، المشكله في الدين نفسه اللي ممكن يعمل 100 سعوديه في المستقبل. باكستان مش السعودية، وكتير من الدول برضو متعصبة جدا. إيران مش السعودية، أفغانستان مش السعودية. القاسم المشترك بينهم كلهم هو الدين. المشكلة الشعب السعودي زيه زي أي شعب، عايز يعيش محب للحياة، بس هي المشكلة
في البرمجه اللي احنا كلنا خدناها. الشعب السعودي مسكين خد برمجه اكتر مننا بكتير. يعني تخيل طفل لما يخرج من المدرسه عشان خاطر يروح لساحه فيها بيقتصوا من الناس وبيقطعوا راس الناس، وده طفل في مرحله ابتدائيه او اعداديه، متخيل ده هيطلع عامل ازاي؟ بس ده دي وجهه نظري. المشكله مش في السعوديه، المشكله في الدين، هو اللي لازم الناس تتكلم فيه. السعوديه زيها زي اي دوله. وانا متابع لكم وبشكرك انت وشي. طيب شكرا، شكرا كثير اخويا، وشكرا كثير على اتصالك بعد زمان على فكره. شكرا، وراح نكون مع بعض اكيد. طيب انا في بس اتصال اخير راح اخذك، اسف. كمان الاخ امين من الجزائر عم بيقول انا ملحد جزائري بدي اسوي مداخله. راح تفضل امين، تفضل. مرحبا، عندي مداخله بالموضوع تاع كما نقولوا تصدير الاجرام من السعوديه يعني الدول الاوروبيه او للدول العلمانيه. انا لا اظن ان يعني المشكله في السعوديه ولا المشكله في يعني الدول المطابقه للاسلام، انما المشكله راح يكون في اي عقل في اي انسان يدين بدين الاسلام، يعني حتى وان كان الماني، حتى وان كان كندي، حتى وان كان امريكي، فاي انسان يرث هذا الدين من أوليائه يدعم فيه ويقرأه، يوجد يعني بعض من الناس يعني تعتقد أنه فعلا الله طلب أن يقاتل الكفار ونعمل لهم هكذا وهكذا وهكذا، إنما جزاء الذين كفروا أو استهزأوا مش عارف أن يصلبوا أو تقطع أيديهم، ويظن أنه من الواجب عليه أن يفعل هذا الشيء لأنه يحمل هذا الدين كعقيدة. فمن الواجب يعني أننا نتخذ الحذر من الإسلام بذاته وليس من يعني هذه الدول. فهذه الدول أيضا ممكن أن يكون فيها ناس لا تؤمن بهذا الدين، ولكن رقم عارفين أن الحريات مسلوبة عند الدول المسلمة. فإحنا الواجب علينا أننا نوري العالم كما يقول بأقصى جهد ممكن، بأقصى يعني قدرة ممكنة، باش يعرفوا أن هذا الدين هو مؤسس، يعني باش ماشي تدخل في راسه انه ربي راه يقول له روح قتل هادو الكفار. لا، هذا القتل يعني كان عنده ديزانتيغي، كان عنده مصالح تخدم ذلك الشخص. يعني هذا محمد لما نزلت هذه الآية كان عنده مصلحة وراء هذه الآية، ما في آية نزلت إلا وكان عنده مصلحة اتجاهها، سواء ممكن يمين، سواء روح تقتل فلان، سواء ربي ما يقول لك روح وقتل القبيلة الفلانية، سواء هو كان عارف ليه رايح يعني يعمل ديك، عشان يشبه الست الفلانية اللي هي عجباه، عشان يأخذ الأملاك، عشان يعمل دي 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 دي، فوظفها يعني في ذاك الكتاب، جمع كاع هذاك لي زونفي تاعه، يعني الصوالح اللي كان هو باغيهم في عقله، جمعهم في ذاك الكتاب وخلاه كتاب عقيدة لهذوك الناس المتدينين به، وهما يعني يتوهموا انه ربي راه يقول لهم يديروا هذاك الشيء، ولكن الناس لازم تعرف بلي هذا يعني هذا الهضره كلها ما هي الا مكتوبه من هذاك اللي يسمي روحه نبي كي يخدم المصالح تاعو فقط. فالإجرام راح يتصدر ممكن من الدول العربية، وأيضا ينتج في دول أجنبية، توجد دول منتجة أجنبية تنتج هذا الإجرام، يوجد فرنسيين داعشيين، يوجد أمريكيين، هولنديين، في أي بقعة في العالم. فاللوم الأكبر على الدين، مش على إحنا نحشدنا كما يقول لك إحنا في بلداننا ورثنا هذا الدين من ناس جاهلة. احنا اجدادنا الاغلبيه مساكين ما كانوش يعرفوا القراءه وما كانوش يعرفوا الاسلامي، شغل ورثناه عن جهل وصعيد. هذا اصلا الاسلام مؤخرا ابتدى يعني يدرس وابتدى يعني يكون اظهر وجامعات تدرس الفقه وابتدى الحجاب ينتشر. اولا كان العالم المسلم ما فيش حجاب، ما كانوش يعرفوا الدين اصلا، لكن اخيرا ابتدى بشويه بشويه داروا المقال حجاب، ومع الاولى يقولوا له ما ديريش العطر، ومع الاولى يقولوا ما ديريش ديك. فالعالم الاسلامي راه يتغير تدريجيا، راه بدا يتغير الى الاسوء الى الاسوء الى الاسوء، راه خطر يزيد الى الاسوء. فهمني؟ طيب انا بشكرك كثير اخوي امين، وراح نسمع تعليق الاخ شي على كلامك. شكرا لك اخي امين. شي تفضلي اذا في عندك اي تعقيب، وناخذ سؤال اخير ونختم لانه دق الجرس يعني. تفضل.
تحياتي لأمين ولكل الملحدين الجزائريين، فخورة جدا بكم لأنه أنا كذلك من أصل جزائري. أعتقد أنه من الصعب جدا، من الصعب جدا أن تعلن الحالة كشخص جزائري، لأنه مجتمعنا رغم أنه مجتمع ليس بذلك الشكل المحافظ كما هو في بلدان أخرى، ولكن إحنا عندنا مسألة العيب أسوأ بكثير من مسألة الحرام. تعليقا على قولي أن الإسلام طبعا الإسلام بحد ذاته هو دعوة للإرهاب، يعني المضمون واضح جدا. لما تجي تلاقي في آية واقتلوا الذين كفروا، مش محتاجة لمفسر ولا أي شيء. ولكن إحنا لما نحكي إنه السعودية بتصدر الإرهاب للدول تانية، هي تصدر التفسير، يعني تعطيك دعم نفسي، تقول لك وقال المفسر كذا، وبتطلع لك شيوخ يحكوا لك، وشيوخ كيوت، يعني شيوخ انت ممكن تلاقيهم في كافي شوب تقعد معهم، ممكن يروحوا معك سينما، ممكن يشوفوا معك مسلسل، يقنعوك انه الشيء المطلوب منك في القرآن لسه لازم تعمله لهلا، يعني رغم انه هيدا الكلام صار قبل 1400 سنة، بس انت مطالب لحديث هلا انك تنفذه حرفيا. بس بوافق على كل شيء قاله طبعا، اكيد بوافق. شيء بصراحة أنا بدي أمزج سؤالين بسؤال واحد مشان وقتك. في سبايدر مان عم بسأل إنه سأل شيء please ask her when this Islam religion will finish and be from the past. So يعني السؤال هذا اللي عم بيقول إنه اسأل شيء إمتى الدين الإسلامي رح ينتهي ويكون شيء من الماضي. أنا بدي أسأل أمزج السؤال هذا بمستقبل السعودية. كيف شايفة مستقبل السعودية؟ يعني أنا متأكد إن إذا انتهت السعودية كسلطة مالية الإسلام رح ينتهي بالمساجد الأوروبية، مساجد العربية، مساجد الدول الإسلامية كلها، ورح يخف. وثورة الانترنت يعني راح تقضي عليه، تكمل عليه نهائيا. برأيك شو مستقبل السعودية؟ تفضل. لا، إذا قضينا على آل سعود فهي ستكون علامة من علامات الساعة إذا صارت. يعني بعتقد إنه الشعب السعودي هو الشعب الوحيد اللي في إيده إنه يغير الأمور داخل بلده. آل سعود منهم سهلين، لأنه في ايدهم المال، والمال بيخلي كثير ناس بيركعوا لهم، بيعملوا شو ما بدهم. الشخص الطرف الوحيد اللي بيقدر يغير الامور هم السعوديين نفسهم. السعوديه مليئه بالمفكرين، بالملحدين، بالناس الغاضبين. بنات السعود، انتوا بس اتركوا نسوان السعوديه على السعود وراح يعملوا فيهم العجب. بس شوف السجون السعودية، يعني لما مسكوا واحد مثل رائف بدوي جلدوه، يعني لسه بالسجن هلا. يعني انت كحكومة سعودية شو عم تستفيدي؟ واحد اعترض على الدكتاتورية وعلى الحكم الشمولي، تجي تثبتي انه انت فعلا دكتاتورية وشمولية، وقاموا مسكوا وجلدوه في الشارع وحطوه بالسجن. يعني دايما السعودية تجي تعمل مكياجة نفسها، يعني بيقولوا بتحط كحل، اجت تحط كحل عامت عينها. هي بنفس الطريقة السعودية تعملها، بنفس الطريقة. غباء. متى بيقول اجت لك حلعة متى؟ بالضبط. فالسعوديين انتوا اللي بايدكم تغيروا الامور. احنا كناس عايشين في الخارج، خارج المملكة العربية السعودية، الشيء الوحيد اللي بنقدر نعمله لحتى نتصدى للفكر الوهابي انه نرميه في مكب زبالة، او انه نسحب عليه السيفون بالتواليت. غير هيك ما في. السعودية ليست إلا وباء، مركز من مراكز الوباء الطاعون الإسلامي، تحاول بكل الأشكال إنه تنشر هذا الدين، إنه تخلي هذا الدين موجود، بتدفع فلوس عشان تكبروا وتشهروا وتفشخروا. يعني لسه السعودية هي الحاضنة الأولى للمومس، لكل المومسات الإرهابيين. والإسلام هو أكبر مومس في العالم، ما هو دين شرمطة ودين جنس ودين دعارة ودين
نسوان ودين حوريات وغلمان وخمر وعسل، شو وين القيم الروحية؟ وين التوحد مع الله على فرض انه فعلا في الله؟ يعني ما في دعوات للقتال، دعوات للكره، النسوان ما بيطلعوا الا بمحرم، لا ما بتسافري، روحي جيبي توقيع من ابن خالتك، حطي امك كضمان، روحي ما بعرف شو، ما بتسوقي سياره، اذا فتحت تمك وقلت كلمه يضرب عنقك. فعلا ممكن عادي تقتل في السعوديه بس لانك قلت رايك. كرمال هيك الدولة العربية رقم واحد في وسائل التواصل الاجتماعي مين؟ هي السعودية. أكبر نسبة على تويتر، على سناب شات، على فيسبوك، على انستغرام، هم السعوديين. ما في عندهم مجال لا التنفس ولا التعبير إلا وسائل التواصل الاجتماعي. اليوتيوبرز السعوديين عندهم سبسكرايبرز بالملايين، مشاهدات بالملايين، لانه الناس ما في عندهم مجال للتسليه وللترفيه الا هذا الطريق هيدا. فتخيل انت لو اعطيتهم مجال انهم يغيروا الامور شو ممكن يصير. اعتقد انه السعوديه من الصعب جدا انه الواحد يعيش فيها. اذا كنت ملحد اهرب، اذا كنت امراه اهربي، اذا كنت عاوز تغير فلازم تعمل لك شيء تكتل او ثوره او ما بعرف، يعني اعمل معجزه. صدقيني ما بدها معجزة. آل سعود يعني قربوا على الإفلاس وبدأوا يدينوا من صندوق النقد الدولي، أظن هاي إشارة واضحة يعني على الإفلاس. على كل شيء أنا سؤال شخصي أنا بس، إذا وقتك بسمح طبعا. أنت أول ما سجلتي معنا كنت إلى دينية قلتي لي، ورغم ذلك كنا مسجلين الملحدة الجزائرية، والآن اعترفت أنك ملحدة. احكي لنا عن هالتجربة هاي باختصار. وفعلا لما سجلت معك الحلقة كم شهر كنت لا دينية، ولا دينية معناتها انه انا كنت مش مآمنة بولا دين، بس كانت عندي فكرة انه يمكن يكون في قوة اكبر منا تسيطر على هذه العالم، مش بالضروري انه هو يكون اله مثل ما احنا مصورينه بالفكر تبعنا. لكن بصراحة بعدين سألت نفسي سؤال، هل نحن بحاجة الى اله؟ هل نحن بحاجة إلى إله لكي تكون حياتنا أفضل؟ الحياة إنه الإجابة على هذا السؤال غيرت كل شيء. الموضوع ما له علاقة بنظرية الأوتار ولا البيج بان ولا أي شيء، هو إشي له علاقة فيني أنا. أنا سألت نفسي هل أنا بحاجة إلى إله؟ لست بحاجة إلى إله. هل تغير شيء فيني؟ لا ما تغير شيء. هل القيم الإخلاقية مرتبطة بوجود إله؟ لا. يعني إذا أنا ما بآمن بإله معناته إنه أنا منحرفة ومنحلة وبدعو إلى القتل والاغتصاب والكراهية؟ لا طبعا، بالعكس راحة أكبر هلا. فتخلي عن موضوع فكرة الإيمان بقوة عظمى أو قوة أكبر منا جاءت كنوع من الإجابة عن هذا السؤال اللي أنا طرحته على نفسي فقط. وبعدين قلت أنا مش لا دينية، أنا ملحدة، أنا لا أعترف بوجود إله لأني لست بحاجة إلى إله بكل بساطة يعني. تفضل. خلاص هذا هو. بكل تأكيد شيء، وأنا أحييك يعني، وأنا يعني أدعو كل أصدقائنا يفكروا بهالموضوع هذا، هل نحن بحاجة لإله؟ يعني صدقوني لسنا بحاجة لإله، ونحن الآلهة بذاتها، نحن الضمير تبعنا هو الإله، هو العقل تبعنا هو الإله. وإذا اتبعنا عقلنا صدقوني راح نكون بخير وسلام، وإذا اتبعنا الخرافات شايفين نحن شو عم بيصير ببلادنا للأسف الشديد. شيء أنا بشكر كتير حبيبتي على هالوقت الطيب اللي عطتيني إياه، وأكيد راح نلتقي في لقاءات أخرى، وبتمنى مشاركتك كمان مع يوم الخميس جلسة نسائية رجالية مثل ما بقولوا. ما في مشكلة. شو راح تأكلنا جان؟ راح تأكلنا شو راح تشربنا؟ كيف؟ عملك شو راح تضيفنا؟ شو راح تأكلنا شو راح تشربنا؟ والله هو لسه الكفار ما اخترعونا شيء نقدم لكم إياه من الشاشة، بس أنا ممكن أقدم لكم فنجان قهوة يعني. صح. طبعاً يسعدني إنه أكون متواجدة معكم، إذا وقت شغلي سمح كنت متواجدة بالبيت أكيد بدون شك بكون معك.
أكيد أكيد طبعا أصدقائي، بعد ساعتين إلا 10 دقائق من هلا راح يكون في عنا حلقة مفتوحة لكل الناس اللي تحب تشارك عن حوار عن العهدة العمرية ونقاشات بالعهدة العمرية. أتمنى مشاركاتكم. شكرا شيء لك، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.